يوم إجلاء هؤلاء الأحزاب. النبي عليه الصلاة والسلام بالليل وهو يصلي قام إلى الصحابة قال: من يأتيني بخبر القوم؟ وهذه هذا الموقف عنده قصة. رجل من الكوفة قال لحذيفة رضي الله عنه، قال: يا حذيفة، أرأيتم رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما صنعتم؟ قال: كنا نجتهد، يعني نجتهد في خدمته. قال: لو أدركناه لما تركناه يمشي على الأرض. طبعا دائما الزول ما حذر بتخيل. قال: إحنا لو قابلناه النبي ده كان خدمناه خدمة تزاد كن ما خدمت ليها، ما بنخليه يمشي في الواطة دي، نشيله على أعناقنا. والقصة دي أتأملها فيها رد على كثير من الناس الليلة اللي بيزعموا إنهم بيحبوا الرسول أكثر من الصحابة رضي الله عنهم. كذب وافتراء. يجيبوا لك أعياد مختلقة واحتفالات مختلقة يقول لك حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتحبه أكثر من الصحابة يا كذاب. صحابة الأعظم الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. حذيفة رد عليه قال: يا بني، والله لو رأيتنا يوم الخندق والبرد شديد والجوع شديد والريح شديدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيقول: من يأتني بخبر القوم؟ قال: فلا يقوم أحد. صحابة زول قمف. قال: فأعاد الثانية: من يأتني بخبر القوم وأضمن له الجنة؟ قال: فلم يقم أحد. أعاد الثالثة قال: من يأتني بخبر القوم وأضمن له الرجعة أو الرجعة؟ قال: بضمن له الجنة وبضمن له الرجعة كمان. قال: فلم يقم أحد. قال: فقال: أين حذيفة؟ قال: فتغاصرت، يعني عشان ما يشوفني قال دنقرت كده. قال: أين حذيفة؟ قال: ما كنت لأقوم لولا أن سماني رسول الله. والله لو ما قال باسمي قال ما كنت بقوم. يا أخواننا ما بشر في النهاية، بشر يا أخي الصحابة. قال: وعلي إزار لا يبلغ ركبتي في برد زيدة، وزول جعان وهدوم لابسة مع ركبته كده بس. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: انطلق فأتني بخبر القوم، أمشي جيب الخبر. قال: فتسللت بقى ماشي. لما بقى عند القوم في الصوم كويس بقى بعين، الريح نزلت عليهم خلاص كويس، وبقت تزلزل أرجاءهم وتكفأ قدورهم، الأكل بتاعهم بتكفيه وتنزع الخيام. فقام أبو سفيان قال: رأيته أصلع ضخم كويس، فركب على بعيره دون أن يحل عقاله. ركب البعير من غير ما يفكه، ركب على البعير قال: يا معشر قريش، الرحيل الرحيل. ما قدروا خلاص بعده كويس. سبحان الله. حذيفة قال: أنا بعين له. أبو سفيان ذكي، حس إنه في زول في الجيش ما منهم، قال لي: يسأل أحدكم رفيقه، جار اللي سأله طوالي. حذيفة ذكي أذكى منه، قال: فسألت الذي عن يميني. طوالي بدأ، لا عشان ذاك ما يسأله، بدأ يسأله في الأول. سألت الذي عن يميني والذي عن يساري: من أنت؟ قال: فلان. من أنت؟ قال: فلان. خلاص اطمأن. وكان ممكن يقتل أبو سفيان، وضع السهم عند كبد القوس. قال: لكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن حدثا، ما تعمل حاجة، بس شوف الخبر. تعال ربنا سبحانه وتعالى أجلاهم بالريح. ومن أعظم الفوائد يا أخواننا أن المسلم إذا فعل ما أمره الله من التقوى والإيمان والصدق والتوحيد والسنة ثم أخذ بالأسباب نصره الله عز وجل. النصر ده بيجي من الله، لكن الله داير مننا ناخذ بالأسباب. ما ممكن أنا راقد في بيتي ونعمل في المعاصي والشرك والبدع ودارين ربنا ينصرنا. لا، الصحابة معهم الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذوا بالأسباب، يحفروا الخندق ويعملوا معاهدات ويقاتلوا ويشيلوا كله. لكي ينتصر الناس لا بد من الأخذ بالأسباب ولا بد من العمل. هذه الغزوة كانت من أطول الغزوات ومن أشدها على نفوس المسلمين، فجاء النصر من عند الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الكلام عن هذه الغزوة يطول ولعلنا أن نواصل فيها إن مد الله تعالى في الآجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تُفرِّغنا إلا بذنبٍ مغفور وعيبٍ مستور وتجارةٍ لن تبور. اللهم أغِثنا غيثًا نافعًا غير ضار. أنزِل علينا الأرزاق والخيرات يا ذا الجلال والإكرام. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.